السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله يومكم مشاهدينا بالخير والنور والبركة، وأهلا بكم لاستعراض أهم ما جاء في طيات الصحافة المحلية لهذا اليوم الخميس الموافق للثامن والعشرين من شهر فبراير لعام 2019. البداية ستكون مع صحيفة الأيام والتي أبرزت على صفحتها الأولى لهذا اليوم: ولي العهد دور هام للصحافة المحلية والتمسك بحرية الأعلام والشفافية، وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت: وزير الإسكان يصرح تطويرات كبيرة في برنامج مزايا الإسكاني، وزير المالية يؤكد لا ندرس أمورا أخرى بخلاف القيمة المضافة. ومن على صدر صحيفة الوطن نطالع: الزياني يكشف الحقائق، استقالة 5 طيارين من طيران الخليج مقابل توظيف 18، الشركة تعتذر للمسافرين عن إلغاء عدد من الرحلات وتعمل على إعادة جدولتها. وأخيرا مع صحيفة البلاد والتي عنونت: قمة الرياضة، الاستثمار وتقديس الأندية. أدرجت صحيفة الوطن هذا الخبر في الصفحة الأولى، حيث ذكرت أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج زايد الزياني أكد على قبول استقالة 5 طيارين، في حين تم توظيف 18 موظفا جديدا في الشهر الحالي. إلى ذلك، لفتت صحيفة الوطن أن وزير شؤون الإعلام علي الرميحي أكد على أن المحاولات اليائسة للنيل من المكانة الرفيعة والدور الريادي للمملكة العربية السعودية كقبلة للعالمين العربي والإسلامي وركيزة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة محكوم عليها بالفشل الذريع في ظل التفاف الشعب السعودي الواعي حول قيادته الحكيمة ودفاعه عن مقدرات وطنه العزيز على قلوبنا جميعا. استجابة لطلبات الجمهور والجهات الراغبة في المشاركة ولفتح المجال لتقديم مزيد من الأعمال المتميزة، نقرأ من صحيفة الوطن أن اللجنة المنظمة لجائزة التميز للحكومة الإلكترونية لعام 2019 أعلنت عن تمديد فترة الترشح وتسجيل الأعمال للجائزة، وذلك لغاية 6 من شهر مارس القادم. صحيفة البلاد بيّنت أن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري أشار إلى أن الوزارة ستعيد فتح ملفات الحاضرين التي أغلقت، وستتعامل معهم بصفتهم جدد باحثين عن عمل، إذ سيتم صرف إعانات التعطل لهم أسوة ببقية الباحثين عن عمل. نطالع من ذات الصحيفة أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أعلن أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع تطوير شارع 47 بمنطقة سند بمجمعي 646 و745. كتب إبراهيم النهام مقالا في صحيفة البلاد بعنوان: خطوات مهمة لبحرنة الوظائف، وإلى ما جاء في هذا المقال. أكد الإعلان الرسمي للبرنامج الوطني للتوظيف جدية الحكومة الموقرة بحلحلة هذا الملف عبر سن كافة الأطر والقوانين الضرورية لتسكين المواطن في الوظيفة المناسبة له ولمؤهلاته، ورفع التأمين ضد التعطل ليكون مواكباً لظروف الحياة الاقتصادية المتصاعدة. هذه التوجهات الكريمة هي ثمرة الجهود المخلصة لمن يعملون في الليل والنهار، والاهتمام بتطوير الكفاءات والعمالة البحرينية عبر إشراكهم في الدورات والورش التخصصية ومراقبة سير تطورهم كمعيار أساسي للترقي.
نشرت صحيفة أخبار الخليج تصريحاً صحفياً لوزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عقب إعلان نظام السكن الاجتماعي الجديد، حيث بيّن أن هذا النظام بنسخته الجديدة يعتبر نقلة نوعية يشمل جميع الخدمات الإسكانية، موضحاً أن دور الوزارة سيركز على البرامج المبتكرة والحلول للتعامل مع المتغيرات والتحديات الإسكانية، على أن يتولى القطاع الخاص دور مزود هذه الخدمة. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دشنت برنامج تدريب المحامين في مجال اللغة الإنجليزية في إطار تنفيذ برامج ومبادرات البرنامج الوطني للتوظيف، والذي يستهدف تأهيل وتدريب 60 مواطنا ومواطنة من خريجي الحقوق لمدة شهرين. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أنه سينطلق اليوم وحتى يوم غد الجمعة في مجمع السيف المعرض العام لجائزة مشروع للأعمال الشبابية في نسخته الخامسة، بمشاركة إنجازات 30 فريقا متميزا تأهل من بين أكثر من 100 مشارك. وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين فئة الشباب من خلال كسبهم للمهارات الريادية الإبداعية. وفي الشأن الاقتصادي، نقرأ من صحيفة الأيام أن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قال إن الحكومة في ميزانية السنتين 2019-2020 تستهدف خفض النفقات التشغيلية بنسبة 18%، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى للوصول إلى مرحلة التوازن المالي بحلول العام 2022. بيّنت صحيفة الأيام أنه برعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لطب الأطفال، وسيمنح البرنامج المشاركين التعليم الطبي المستمر من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وفي تصريح خاص لصحيفة الأيام من قبل محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أكد أن تفاصيل الميزانية العامة تؤكد التزام الدولة بتنفيذ برامج التوازن المالي ووضع الحلول المناسبة لمعالجة العجز المالي والسيطرة على الدين العام. وإلى فن الكاريكاتير. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.